طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم منبر الرافدين. اليوم عنوان الحلقة وباء كورونا واستمرار حظر التجوال في العراق. نتساءل في هذه الحلقة كيف يعيش العراقيون في ظل هذا الوباء واستمرار حظر التجوال عليهم منذ 17 من آذار مارس الماضي ولغاية الآن. كيف يعيش أو كيف يوفر الكسبة والعمال قوت يومهم؟ وكيف هي أحوال المعتقلين في السجون الحكومية؟ فاصل ونعود إليكم. ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي تفتح رواتب؟ نطي في حدود 4.5 ملايين رواتب موظفين، 1.5 مليون مال متقاعدين، تقريبا 1.2 مليار مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعية، 100,000 امرأة أرملة، بطاقة تموينية، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبة. احنا هسه قاعدين نشتغل، احنا بالعرفانة عشان تطلع العيشة، يعني علاقة نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعربانة يومين نطلع 7,000 دينار، نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون، واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار، ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشه. هذا الفقر هم كذبة. أهلا بكم جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من منبر الرافدين. مع استمرار وباء كورونا واستمرار حظر التجوال في العراق تتصاعد حدة الفقر في البلاد، حيث أن العراق من البلدان التي يعاني فيها السكان من معدلات الفقر العالية. بحسب وزارة التخطيط فإن معدلات الفقر في العراق تتجاوز 22%، بينما هناك إحصائيات دولية تتحدث بأن النسبة أكثر من 40%. وبحسب أرقام وزارة التخطيط فإن هناك محافظات عراقية أكثر من نصفها أو نصف السكان فيها يعاني من الفقر، بحيث الإحصائية التي صدرت عن وزارة التخطيط في العراق لعام 2018 يعني تحدثت بأن محافظة المثنى تحتل المرتبة الأولى بالفقر 52%، والقادسية 48%، وذي قار 44%، وميسان 45%. نحن نتحدث عن نسبة فقر في محافظات عراقية نصف سكانها يعاني من هذه أو من الفقر. فكيف هو الحال اليوم مع استمرار حظر التجوال بسبب وباء كورونا؟ السؤال الجوهري، هل وفرت الحكومة احتياجات المواطنين قبل أن تعلن حظر التجوال؟ معروف ونسمع كل يوم بأن الحكومة لم توفر، حتى أن البطاقة التموينية التي غابت عن العراقيين منذ سنوات، وهناك ملفات فساد كبيرة يعني تتخلل وزارة التجارة والبطاقة التموينية، اليوم المواطن بحاجة ماسة إليها. لم تقدم الحكومة في العراق أي وجبة تموينية كاملة منذ سنوات، فكيف هو الحال اليوم والمواطن بأمس الحاجة لهذه البطاقة التموينية؟ كذلك السؤال الذي يطرح، كيف يوفر العمال والكسبة قوت يومهم؟ معروف بأن العمال والكسبة يعتاشون على مثل ما نقول بالعراق يوم بيومه، إذا يشتغل يأكل وإذا ما يشتغل ما يأكل. الحكومة كذلك لم تقوم بالتخطيط لهذه الشريحة الكبيرة في المجتمع. كذلك هناك تساؤل آخر، كيف هي أحوال المعتقلين في ظل جائحة أو وباء كورونا الذي يعني يغطي العالم كله منذ أشهر أو منذ بداية هذا العام 2020؟ نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين وإلى آرائكم في هذه الحلقة حول هذه الأسئلة التي طرحناها، كيف يعيش العراقيون في ظل حظر التجوال المستمر؟ هل وفرت الحكومة مستلزمات المواطنين الضرورية؟
كيف يوفر العمال والكسب قوت يومهم؟ كيف هي أوضاع المعتقلين في سجون الحكومة؟ معروف بأن العراق بلد غني بالنفط، حيث يصدر باليوم الواحد أكثر من 4.5 مليون برميل يوميا، ولكن كما هو معروف بأن العراق كذلك يحتل المراتب الأولى عالميا من ضمن البلدان الأكثر فسادا منذ العام 2003، ولغاية الآن معدل الفساد في العراق بارتفاع، وهذا الأمر بات معروفا على مستوى العالم وليس فقط على مستوى المحلي. معنا اتصال علي من المثنى، تفضل علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أخي عمر وإلى قناة الرافدين الموقرة. يا هلا بك. قناة المنبر العراقي الشريف اللي تنقل دائما ما يتعرض له المواطن العراقي من أمور كثيرة، ومن خلال هذه من هذا المنبر مالكم حقيقة أود أن أتكلم وبصراحة. نعم. جميع دول العالم مرت بهذه الأزمة، أزمة كورونا والجانحة التي ضربت جميع دول العالم. نعم. لكن هناك إجراءات وقائية تقدمية، يعني حقيقة وقائية قامت بها هذه الدول من حيث المعونة وتوفير الغذاء وتوفير مستلزمات الوقاية من هذا المرض. لكن نرى أن العراق الدولة الوحيدة التي لم تكن بمستوى المسؤولية، لأن هناك المسؤولين في 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 خضم هذه الأزمة حقيقة هم يتناحرون ويتقاسمون المناصب والمغانم بالنسبة للوزارات. فحقيقة أن السياسة العراقيين أثبتوا بدون شك أنهم سياسة قمة في الخساسة حقيقة. والآن نرى في محافظة المثنى حقيقة كثير من المواطنين كثير من المواطنين يتعرضون إلى حالة من الجوع والحرمان، لأنهم كسب، وإذا ما يطلع يشتغل يعني حقيقة من أين يأتي بمورد له ولعياله؟ فحقيقة هناك الكثير من الإجراءات الغير صحيحة قامت بها هذه الحكومة، لا أصلا هي بعيدة عن الشعب، وحكومة حقيقة أثبتت بما لا يقبل الشك إنها حكومة بعيدة عن الوطن والمواطن. نعم أخي علي، يعني إذا كانت المثنى تحتل المرتبة الأولى بالنسبة الفقر أكثر من 50%، 52%، هذا قبل حظر التجوال، فكيف هو الحال اليوم مع استمرار حظر التجوال؟ حقيقة للأسف أن من أكثر دول العالم فقرا ومستوى معيشي لا يعني حقيقة مستوى معيشي سيء هو العراق، والعراق فيه محافظة الأسوأ هي المحافظة المثنى، فما بالك فما هو الموقف الآن في أبناء المحافظة؟ حقيقة أبناء المحافظة يعانون الأمرين ويعانون الأمرين حقيقة من الجانحة ومن الفقر المقمع. هل تعلم سيدي العزيز أن محافظة المثنى لا يوجد فيها مستشفى؟ لا يوجد فيها مستشفى، الماء المقطر لا يوجد في والعلاجات الموجودة في المستشفى حقيقة، وهناك وطامة كبرى، هناك فساد يستغل الآن حاليا يستغل من في هذه الفترة. يعني أنت من هذا القيس محافظة يعني شيء شارعين، محافظة صغيرة جدا لا يوجد فيها لا مستشفى لا فيها فد مكانات يعني للعلاج. نعم. هناك الأطباء استغلوا الأطباء قسم العزوم والصيادلة استغلوا هذه الفترة لزيادة في جشعهم وزيادة في حقيقة أكو هواية أمور. نعم أخي علي، يعني ماذا قدم المسؤولين عن محافظة المثنى لأهالي المثنى؟ أي مسؤولين يعني حقيقة الأب في كل العراق وما بالك في محافظة المثنى. الآن الوضع مرتبك حقيقة، لا يوجد، أتوقع أن هناك في هذه الفترة في فترة الحظر توجد الأوساخ في الشوارع على أبسط القضايا، يعني الأوساخ الآن ملئت
المحافظة المثنى عبارة عن منطقة خاصة يعني الأوساخ والأوبة ازدادت أزيد من كورونا. نعم. يعني عجيبة غريبة، ماكو مسؤول، لا يوجد مسؤول هنا في المحافظة. نعم. يعني فوق الهم الذي كان هم علينا الكورونا وجنوب اللي بوضعونا أيضا، يعني عجيبة إلى متى هذا الوضع؟ وإلى إلى من نشتكي؟ إلى الله، إلى الله المشتكي. نعم أخي علي، يعني قبل أزمة كورونا أنتم كمواطنين من محافظة المثنى وتحت المركز الأول للأسف بمعدل الفقر، قبل الحظر كم مادة تستلمون من البطاقة التموينية شهريا من المفردات؟ مفردات حقيقة لا تذكر أي مادة. نعم. أي مادة حقيقة أكثر من 5 شهور نستلم، إذا أردنا أن نستلم. أما التمن الذي يأتون به من مناشئ يعني معروفة حسب فسادهم وحسب المحاصة مالتهم، ويعني مادة الطحين فقط لا غير، فقط يعني مادة الطحين، يعني الطحين والتمن الذي في المنشئ منا معروفة برداءته حقيقة. نعم. والوضع الآن صراحة وضع كلش بائس ويائس، ويعني وضع متدهور جدا، اموال لا توجد، عمل لا يوجد، فهناك الكسبة يعني حقيقة الله يساعدهم. نعم. يعانون الامرين. انا اشكرك اخي علي من المثنى كان معنا. عماد من كربلاء، تفضل عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا بك. حياكم الله. يا اهلا بك. بالنسبة لمحور الحلقة حول موضوع نعم الأزمة المالية أو الحظر الاجتماعيات، يعني هنالك جهد مجتمعي وشعبي واضح جدا، وجهد كثير من الشخصيات والميسورين واضح، ولكن المشكلة غياب الجهد الحكومي قد يكون منقطع نهائيا. إذا الصوت واضح لكم؟ نعم. الصوت واضح جدا أخي عناد، واضح. إيه قد يكون الجهد الحكومي معدوم نهائيا، حيث أن الإجراءات الحكومية تتمثل في حظر قطع الشوارع إلى آخره، عزل المصابين والملامسين، هذا كل ما قامت به السلطات المحلية في كربلاء، ولكنها تراست أو نزلت عن عم الأشخاص ذوي الدخل المحدود، ذوي الأجر اليومي، الكسب اليوميين. نعم. كل هؤلاء يحتاجون إلى إعانات طوارئ خاصة بهم كما عملت أغلب دول العالم، وهو معمول في كل الكوارث الطبيعية والحالات، في كل الفيضانات الحرائق غيرها، كل دول العالم تتعامل مع هكذا كوارث، فما بالك بكارثة حلت بالعالم بأجمعه. نحن لا نستغرب هذا الموقف من السلطات الحكومية، لأننا تعودنا ولمدة 17 عاماً أنه الحكومة أو المنظومة السياسية الحاكمة فقط جاءت لتنهب خيرات العراق. نعم. لم تأتي لتعمل مصنع، لتعمل كذا، لتعمل كذا. ووضع كورونا الصحة عن واقع صحي متردي جدا. نعم. نحن نتكلم عن محافظة كبيرة مثل كربلاء، وعدد أجهزة التنفس لا يتعدى أصابع اليد. نعم. نتكلم عن إقليم مثل كردستان بكل محافظاته، وعدد أجهزة التنفس لا يتجاوز 40 جهاز. نتكلم عن مختبر وحيد للصحة لكشف حالات الإصابة. نعم. بعد ذلك الصحة العالمية أعطت مختبرات 3 أو 4 نجف وغيره، ولكن ابتداء كان لدينا مختبر واحد في مدينة الطيب. نعم. هذه الإجراءات الحكومية التي وصلت مناقشتها حقت اليوم. نعم. تبلورت على ذروتها في إعطاء منحة 30,000 دينار بواقع يومية 1,000 دينار. هل أحد استلم
هذه المعونة القليلة جدا يعني. لن يستلم، ولكن المفارقة سيد نعم. الكريم إن عدد المقدمين لهذه المنعة يتجاوز 2 مليون عراقي. 2 مليون عراقي يقدم من أجل 30,000 دينار، كارثة يعني، كارثة بكل المقاييس. نعم. يا ترى 30,000 ماذا تعمل للعائلة العراقية التي تجلس في البيت لمدة أكثر من شهر؟ لا لا أعرف. وأريد من خلال منبركم أن نتطرق إلى موضوع آخر. نعم. يا ريت كل حلقة إذا كانت بالأهمية. نعم تفضل. أن بعض الكليات الأهلية المملوكة لأحزاب السلطة، المملوكة لأحزاب السلطة، وأكررها للمرة الثالثة، أغلب الكليات الأهلية هي مملوكة لأحزاب السلطة. نعم. حاليا تطلب من طلبة الذين لم يداوموا أصلا في إكمال القصة أو دفعات جور الدراسة. نعم. يا ترى في هذا الوضع هل هنا هل نسعى نحن للتكافل؟ هل نسعى لمساعدة بعضنا بعض؟ نطلب نعم أعضاء إضافية؟ تناعى لا سمعي أن أحد الكليات التابعة يعني أصلا الحكومة أوقفت كل الجامعات والمدارس، يعني بأي حق يطالبون الطلاب بدفع الرسوم الدراسية؟ صاحب الكلية يدعي أنه أكمل عبر المنصة الإلكترونية امتحانات الكورس الأول، وبالتالي يطلب ما تبقى من أقساط الدراسة. الطلبة اللي أضافون الجروب مالتهم امتنعوا جميعا عن دفع الأقساط، واتمنى ان لا من بقيه الكليات ان يتركوا خلال هذه الفتره الى ان نصل الى حل مقنع، يعني الدراسه لم يتكلف. نعم. هذه الكليات لم تتكلف لا اجور، تعرف انهم يعملون بالمحاضرات اغلب اساتذه الكليات الاهليه. نعم. بنظام المحاضرات لم تدفع مستحقات كامله لهم. نعم. أنا أشكرك أخي عناد من كربلاء، كان معنا كريم من بابل. تفضل كريم. عناد الكربلاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والحمد لله وشكر لله رب العالمين. نحن في بلد البترول. في بلد البترول. الحمد لله وشكر لله في بلد البترول. أخي العزيز أعطوني وقت لأنه تفضل. قلب ترى موجر نار كل شيء. نعم. أولاً العراق مو عراق فلان وفلان وفلان، العراق عراق الشعب العراقي. نعم. والثلاثين ألف اللي يتكلمون عنها هي ثلاثين تمراية يقدموها خلال شهر لإنسان جالس بالبيت عنده كوم عائلة. اثنين ماذا قدموا من يوم ما اعلنوا عن كورونا، وباء كورونا بالعراق، لحد هاي الساعه شنو اللي قدموه؟ شبابنا من الساحات جمعنا لهم اموال ويعفرون بالمناطق وبالبيوت، شبابنا يجمعون اموال ويعملون سلات غذائيه ويقدمون الى الفقراء والعوائل المتعففه. ماذا قدمت الحكومه المحليه؟ خلينا نحكي على مستوى بابل الثاني المركزي، أحزاب فاسدة وسلطة ناكرة للعراقيين، وتعمل على إسعاد الآخرين والدول الأخرى واقتصادنا كله بالدول الأخرى وحدودنا مفتوحة على مصراعيها. والبارحة تركيا استباحت السماء العراقي، يعني اليوم البلد أين ذاهب؟ اليوم العراق أين ذاهب؟ بترول، بلد البترول ثاني خزين بالعالم، مليونين وشوية فقراء يخرجون من خلال التقديم على هذه الفقيرة المنحة الفقيرة الصغيرة جدا، مليونين وشوية. أي بلد هذا؟ أي حكومة هذه تتنازع على كراسي والبلد والشعب الآن يموت وينتهي جوعا؟ والله العظيم قريبا جدا يكسر الحذر،
ولكن احنا مصبرين على الناس من خلال التواصل الاجتماعي ومن خلال الشباب الواصلة وعي، عندهم وعي وده يقدمون وعي للناس انكم ببيوتكم ولا الجوع حتكم، الجوع دمرهم. واني عندي ناس، عندي سياسيين جهلة، عندي سياسيين فاسدين متخلفين فاشلين ما يعرفون يديرون دولة ولا يعرفون يمسكون زمام أمور دولة. إلى متى؟ نعم أخي كريم. إلى متى يا أخي العزيز؟ نعم أخي كريم، أنت أكيد يعني شاهدت إن كان على مستوى محافظة بابل أو المحافظات العراقية الأخرى كيف أن هناك يعني مجاميع من الشباب ومن الناس قامت بحملات تبرع ونجحت يعني بتوزيع وجبات يومية إلى العوائل المتعففة في العراق. التساؤل، هل يعقل بأن مجاميع صغيرة تستطيع توفير آلاف المساعدات بل مئات الآلاف من المساعدات إلى العراقيين بينما تعجز الحكومة عن توفير هذه المستلزمات الضرورية للفقراء في العراق؟ أنا إذا اسمح لي. نعم. الحكومة ما تعجز ولكن هم يرزون يدمرون الإنسان العراقي. هم ما أجوا لهذا البلد وما أجوا عبر دبابات وعبر مشاريع تدميرية للبلد من دول إقليمية ومن دول تحالف دولي إلا من أجل تدمير هذا الإنسان. هذا الإنسان العراقي اللي تربى على العزة، تربى على الكرامة، تربى على الدلال. اليوم يمد إيده، اليوم يترس العالم يترس دول العالم. خدم شباب عندها استعداد أن تبني بلدها. اليوم مهجرة خارج البلد ما تقدر توصل للبلد حتى تقدم شيء، واللي يجي يقدم. هسه هاي الشباب اللي تحكي عنها حضرتك أنت. نعم. اللي هي قدرت أن توصل إلى الفقراء وتقدم لهم سلة غذائية، تعرف محاربين من الحكومة المحلية. تعرف كيف اللي عنده سيارة من عندهم، اللي عنده سيارة من عندهم يغرم الشرطة 100,000 يروح إلى المحافظة يقول لي يابا أنا مدا أقدم لك داعينك على هاي المحنة اللي أنت بيها باعتبارك أنت سلطة، وأنا ابن الشعب، وأنا ابن ساحة التظاهر، وأنا الوطني. حتى انطيني كتاب أقدر أتحرك فيه. حتى يقول لي لا، أنا ما قايل لك تعال اشتغل وياي. تصور ما قايل لك تعال اشتغل أنا وقدم. يعني هو يبتز هؤلاء الشباب أخي كريم، يبتز هؤلاء الشباب لدفع مبالغ مالية مقابل إعطائهم كتاب يخولهم التجوال لإعطاء الوجبات أو مستلزمات الفقراء الضرورية في بابل. العم شلون يتحرك؟ المرور يقول لي أنا. كم هو المبلغ الذي يؤخذ من هؤلاء الشباب؟ يعني تصور عندنا عمل مال خياطة مال كمامات بالحلة. نعم. ناس تحناه الشباب هم ذي يخيطون كمامات وذي يوزعون للعوائل البيوت. نعم. لأنه صارت الكمامة 7,000 و3,000 و4,000 ما عندها فقير. سوينا في المكان وجبنا به مكان خياطة. والله العظيم البارحة واحد من جماعتنا اللي بيخيط غرم الشرطي 100,000 يقول له مو أنا إذا أقدم، يقول له أقدم الغير، أنا شو العلاقة، أنا عندي قانون حق على القانون. يروح على 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 مدير 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 شو اسمه مدير يعني هذا سموه بالمحافظة، ديوان المحافظة، يقول له يا بنطيني تخويل، أنت مو توزع تخاويل للدول للناس. يقول له لا، أنت ما منتي من الحزب حتى أعطيك تخويل، أنت بيا جماعة، من يا جماعة أنت ما عندك. نعم. روح أخي روح تمويل بشغلك. يعني بهالشكل قمنا نتعامل واحنا الان شبابنا، والله شبابنا يمكن باي وقت مثل قام بيوت الان ساكنين الشوارع يوزعون لحد هاي الساعه اللي تخابرتني بها الان. اكو فريق اسمه فريق الوطني اللي هو يقوده بكر الجبوري في ساحه حوار بابل، ثوار بابل، الان بيوزع سلات غذائيه. بنجمع احنا وبنقول له احنا ومن الاخوان الاخرين. نعم. اثنين، برغام الشمري ايضا عنده فريق تطوعي، ايضا الان هو بيوزع الكمامات بعد ما كملوهن يمكن 1000 وشويه كمامه بيوزعون على على على, على الفقراء على البيوت. نعم. الوضع الصحي اخي كريم في بابل، تدري محافظ بابل ايش سوى اخر شيء؟ اخر. نعم. ما سواه على اساس عود هو عنده كم مليار ويريد يقدم شيء. نعم. راح اشترى لي 20 سياره اسعاف، 20 سياره اسعاف لبابل. شو سوي بها 20 سيارة اسعاف؟ وأنا عندي 60 سيارة اسعاف، شو سوي بها يعني؟ أنا اليوم محتاج فنتليتر، جهاز
حتى انا انعش المريض. نعم. اجهزه التنفس، كمامات، نعم، مو كمامات، مستلزمات، اجهزه اكسجين. الشباب راحوا جمعوا اموال من نص مليار وراحوا جابوا لنا اجهزه من الشمال، اشتروا لنا اجهزه ثلاثه في الكليترات، واشتروا لنا كمامات، واشتروا لنا مستلزمات اللي هي اجهزه اعطاء الاكسجين اللي ما موجوده بالمستشفيات. هذه بابل، هاي شباب بابل تشتغل بهالشكل، وانت حكومه تعطيني 30,000 لعائله فقيره، ما استحيت على نفسك مخجلت؟ نعم. امام الدول الاخرى، امام شعبك، امام فقرائك، ما استحيت مخجلت؟ بس هم من عندهم مستحيل؟ منهم حياه؟ هم ناس فاشلين، هم ناس ذبابه، هم ناس مستنقعه، هم ناس فيروس على المجتمع. نعم. العراقي. الله ينتقم منهم ان شاء الله ولا يوفقهم لا دنيا ولا اخره. نعم أخي كريم، يعني تحية إجلال وإكبار إلى شباب بابل وكل الشباب في المحافظات العراقية الذين يقدمون كل هذا العون وكل هذا الجهد للمواطنين العراقيين. شكرا لك أخي كريم من بابل. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة من برنامجكم منبر الرافدين. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة والتي هي بعنوان وباء كورونا واستمرار حظر التجوال في العراق، والتي طرحنا ونطرح فيها الأسئلة أو التساؤلات: كيف يعيش العراقيون في ظل استمرار حظر التجوال؟ هل وفرت الحكومة احتياجات المواطنين الضرورية؟ كيف يعيش العمال والكسبة وكيف يوفرون قوت يومهم؟ وما هي أحوال المعتقلين في سجون الحكومة في ظل جائحة كورونا؟ رسالة على الواتساب يقول: السلام عليكم، أنا محمد من العراق. يقول: نطالب اللا حكومة كما يقول أو وصفها اللا حكومة الفاسدة بتوفير مفردات البطاقة التموينية وبتمويل الشعب العراقي في ظل هذه الأزمة، كما ونطالب بإقرار قانون العفو العام وبالقريب العاجل. رسالة أخرى يقول فيها أستاذ عمر دمرونا أهل المولدات، مولدات الكهرباء في بغداد، يقول: يتفقون مع مشغل الوطنية ينطوا فلوس حتى يطفي منطقة ويشغل ويبيع الأمبير بسعر 9,000 دينار، يقول ماكو فلوس وحظر دمرونا كما يقول، وصفهم عملاء العجم، حصة تموينية تم قطعها على شعب العراق، يقول: انقذونا نحن نباد يا عالم. رسالة أخرى يقول فيها أستاذ: ما دام أكو بالعراق عمايم للبيع والإيجار، العراق يبقى على هذا الحال لأن هناك من ينخدعون بهم. معنا اتصال حسن من كربلاء، تفضل حسن. السلام عليكم استاذ عمر. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. والله بالنسبه لموضوع هذه الحلقه موضوع كلش ممتاز وانا احييك على الموضوع. حياك الله اخي العزيز. بالنسبه للاوضاع في هذه المحافظات العراقيه ظل انتشار وباء كورونا، نعم، طبعا كل دول العالم جهزت مواطنها بما يحتاجونه من احتياجات يومية. نعم. إلا الحكومة العراقية أصبحت عاجزة، بالأحرى مو عاجزة عن تجهيز المواطن، بس هي هذا الموضوع في قصد، هي أصلا جاية آسين دولة لإذلال الشعب العراقي. نعم، يعني أنت تقول أنها متعمدة بعدم تقديمها للعون للشعب نعم العراقي. نعم نعم، هم هذول هم هدفهم الأول والأخير هم حاقدين على الشعب العراقي. نعم. وهدفهم الأساس هو إذلال الإنسان العراقي اللي هو دائما عايش بعنده كرامة. أبسط الدول المنطقة اللي هي الأردن أو الدول الخليج،
يعني جهزت مواطنينها كل ما يحتاج الإنسان من احتياجات يومية. دول أوروبية كذلك، إلا أن ما تسمى بالحكومة العراقية أصبحت شبهة متقصدة من عدم تجهيز المواطن بالسلة الغذائية أو بتجهيزه بمبالغ من الأموال لتسيير أموره الحياتية اليومية العادية كأي مواطن أو كأي إنسان يعيش فيها الدول الأجنبية والدول العربية. نعم. إلا أن الشباب العراقي بالمحافظات الوسط والجنوب والمناطق الغربية، تعرف احنا مناطقنا العراق الحمد لله شكل مجتمع شاعري. نعم. فأصبحوا الأبناء المحافظة متكافلين فيما بينهم، يعني الزنجيل الدربال على الفقير والفقير يعني يحاول يسد أموره. هناك شغلة أستاذ عمر إذا حب أوضح لك إياها. تفضل أخي. أغلبية الشعب العراقي تدري بيسياسة عراقي غيور، تعرف وضعية الشعب العراقي. أغلبيتهم ناس كسبة أو ناس قوتهم يومي. نعم. يعني إذا يقعد يوم يأثر على عليه وعلى عائلته. نعم. يعني من مبالغ النفط اللي جاي تنهب تروح المصارف أوروبا ومصارف إيران ومصارف الدول الغربية ومصارف أمريكا، يعني ما جهزوا مبلغ من المال حتى يصرفونه لأبناء الشعب العراقي للعوائل المتعففة والعوائل الفقيرة. نعم أخي حسن، يعني يوم أمس نعم يوم أمس يعني شاهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي أحد المقاطع لأحد الناشطين في محافظة النجف، وهو يتحدث بأنه تم توزيع ربع مليون سلة غذائية على الفقراء منذ بداية الحظر ولغاية 13 من هذا الشهر. يعني مجموعة واحدة توفر ربع مليون سلة غذائية للمواطنين للعوائل المتعففة، الحكومة تملك المليارات، على الأقل على الأقل لو أنها تقوم بتوزيع مفردات البطاقة التموينية كاملة، ما الذي يمنعها برأيك؟ أنا أتفق وأنا بسك أستاذ عمر، المسألة نعم. متقصدة. نعم. الحكومة يوجد عندها مبالغ يعني مليارات الدولارات، لكن هي متقصدة. يعني هي قصدها وهدفها الاول والاخر هو اذلال الانسان العراقي، اذلال الانسان كانسان يعني. نعم. لان احنا يعتبرونا هم احنا عراقيين الداخلين، هم جو من تكساس ومن ديترويت ومن الدول الاجنبيه، يعني صاروا يحتاجون على فضلات المواد، فضلات القطط، فضلات الكلاب. نعم. يعني احنا بقينا في العراق وهم جايين حاقدين علينا. هم هدفهم الأول والأخير هو إذلال العراقي، الإنسان العراقي. ولا أستحلفك بالله أستاذ عمر، يعني دولة تصدر باليوم 4 ملايين برميل، يعني حتى سعر البرميل 60 دولار أو 50 دولار، حتى نزل هو جائحة كورونا، أما قبل كان 60 دولار 70 دولار، وبزمن المالك وصل حتى 125 دولار. وتنظر للعراق نفسه، العراق مال الثمانينات هسه نفسه كم جسر سووا، والمدارس مال صدام حسين نبي سوى، المستشفيات مال صدام حسين نبي، الله شاهد ما في جديد. نعم. بس المقارنة جابوا لنا يعني هذا اللي سووا بالأبسط سووا المهاي وكم شارع سووا، أما تغيير جوهري في البلد ما في. نعم. للأسف. تعليم نحو الأسوأ، الصحة نحو الأسوأ، يعني لا تسمح الأستاذ عمر. نعم. يعني وزيرة الصحة عادل حمود بكرم السامع استوردت طبقة تكرم مال نعل 90 مليون دولار. نعم. اسمعني أستاذ عمر؟ أسمعك. 90 مليون دينار تكرم بس انعالات مال المنتسبين الصحة، يعني بدون اشتري 90 مليون دولار مال تكرم النعل، لو مشتري أجهزة مال تنفس أو أجهزة مال سونار أو مفراس أو رنين وتجهز بها المستشفيات العراقية، كان أفضل من الطبقة هاي الفاشلة. نعم. يعني متعمدين تبذير اموال النفط واهمال الشعب العراقي بابسط الامور اللي هي الصحه والتعليم. نعم. ودوله ماكو دوله الله شاهد، يعني تسير العراق تسير نحو الهاويه، الا سبحان الله يعني في يعني الشباب العراقي يشوفون حلوه الزمره هاي الفاسده. نعم. أنا أشكرك أخي حسن من كربلاء، كان معنا اتصال طارق من بغداد، تفضل طارق.
نعم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. إن شاء الله الله يبارك بيك وقناتكم إن شاء الله الموفرة. الله يخليك ويسلمك. الله يحفظك. الله يخليك. أنا حقيقة الله يبارك فيك عندي نداء إلى كل البشرية في العالم حول أزمة هاي كورونا. نعم. أزمة كورونا بالحقيقة هي ليس أزمة، هي كارثة الآن. نعم. تعم البشر كلهم، يعني هي عموم على كل البشر، لا تفرق بين صغير وكبير وشيخ ولا دين ولا أي شيء. فالمهم أنه هذا النداء أتمنى من المسلمين أجمع ومن البوذيين في الصين وفي شرق جنوب آسيا وفي النطاق وأوروبا والفاتيكان في إيطاليا وكل المجوس وكل الهندوس، كل هذه البشرية، كل الأديان الأخرى، أن يرفعون يديهم اليمنى والسباب اليمنى والكل تقول بصوت واحد وبوقت واحد لا إله إلا الله 7 مرات. يعني أنا نداء من قبل عبد فقير إلى الله سبحانه وتعالى. أنا الحمد لله حتى يعني ما أملك متر في هذا في أرض الرافدين، متر واحد ما أملك يعني، رغم موظف أنا قديم وكذا ولا على التقاعد هسه. فالمهم أنه نرفع أيدينا كلنا وكل البشرية وكل الأديان، يجب أن تتفق تصير الشغلة مركزية. أنا حقيقة طلبت هواية قنوات ما حصلت، من الحمد لله قناتكم حصلت، حتى وصالها مين حصلت. نعم. لأنه أنا أرد أوصل ندائي إلى الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، الله يحفظه إن شاء الله. أنا أرد أوصل صوتي لأنه بما تملكه السعودية من وزن سياسي ووزن اقتصادي وقبلها هو الوزن الديني إلى المسلمين، فحتى هو بواسطة أنه ممكن أن ينطرح هذا النداء. أخي طارق، يعني تسمعني أستاذ عمر؟ نعم أسمعك. يعني يعني في ظل هذه في ظل هذه الظروف، وكما يعني كانت التساؤلات الرئيسية في البرنامج، يعني كيف يعيش العراقيون؟ أنت من العاصمة بغداد، الأخوة اتصلوا من المثنى ومن كربلاء ومن بابل، والأخ حسن كذلك من كربلاء، أنت من بغداد، يعني وصفوا الحالة بالمزرية. يعني عندما نتحدث نحن عن معدلات الفقر في العراق، وعندما تتحدث وزارة التخطيط بأن معدلات الفقر في العراق فقط هي 22%، مع العلم بأن عندما يحسب معدل الفقر على المقياس العالمي، معدل الفقر يعني المعيشة والخدمات والصحة والتعليم، هناك محافظات في العراق يعني قبل حظر التجوال يعني تجاوزت حاجز نصف سكان المحافظة، مثل محافظة المثنى أو المحافظات الجنوبية الأخرى، يعني تعاني من الفقر. نعم. الحال في العاصمة بغداد، وأنت تعيش في العاصمة بغداد مع استمرار حظر التجوال، كيف ترى؟ نعم والله يا أخي، الحال قبل هاي الأزمة وحاليا خلال الأزمة هو حال رديء جدا. نحن لا نملك دولة ولا سيادة ولا حكومة. نعم. ألو تسمعني؟ أسمعك أخي طارق. نعم. إحنا الآن لا دولة ولا سيادة ولا حكومة، هاي معروف لدى العالم، يعني ما نغش بنفسنا في هالمجال حقيقة. نعم. الجاهل والواعي أصبح يفتهم الشغلة، فإحنا نقول خلنا نتحدى هاي الشغلة. الآن عندنا مو أزمة وإنما كارثة. نعم. هاي كورونا كارثة، والسبب هي لا مسألة مؤامرة، يعني سواء يتهمون الصين أو أمريكا بإيجاد هذا الفيروس مختبريا بكتيريولوجيا هالشغلات هذه. أنا برأي الشخص المتواضع يعني، نعم، إنه هو سبب إلهي، غضب على هالبشر، هذا البشر الخبيث الظالم يعني. نعم. اللي تهاوى في الدين وفي الإنسانية. فإحنا جزء العراق جزء من هالظلم هذا، ولكن نحمل ظلم كبير. نعم. أنت تتحدث عن نعم أخي طارق عن الظلم، إذا كان هذا الحال للمواطن الذي يعيش بين أسرته وبين أحبابه، كيف برأيك هو الحال للمعتقلين في السجون الذين يعانون، يعني يعانون الأمرين قبل الحظر وبعد الحظر؟ أخي هاي مأساة كبيرة. يعني إحنا نعرف إنه المعتقلين أكثرهم اعتقلوا بالاحتلال الأمريكي واعتقالات عشوائية، وهم أبرياء. أنا أعرف ناس بالجملة يعني اعتقلوا وابتهمت الإرهاب. فالآن أنت أي شعب يقاوم؟
يسمون رهابين. اي شيء يسوي اي طرف في الدول كلها في العالم كلها يعني، لانه بوش قال هذا ارهاب، فكل العالم من الموسف مسيرين وما عندهم شخصيه، فقالوا هذا ارهاب يعني وفق ما قال بوش يعني بوش الابن طبعا. نعم. فاحنا المعتقلين مأساة كبيره، واحنا الان كنا معتقلين في العراق كنا معتقلين. نعم. بس اكو معتقل كبير واكو معتقل صغير يعني. أنا أحب يعني خلال اتصالي وياكم أن نوجه نداء بأنه البشرية كلها ترفع أيديها اليمنى وترفع الشباب وتقول سبع مرات. لماذا سبع مرات؟ يعني بعدين أخبركم. وإذا الله سبحانه وتعالى استجاب لنداءنا هذا بعد ما ترفع البشرية كلها تقول لا إله إلا الله سبع مرات، إذا الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم طبعا. نعم. ونعم بالله، نسأل الله أن يرفع عنا البلاء. أخي طارق شكرا لك. طارق من بغداد معنا اتصال. علاء من النجف تفضل أخي علاء. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. الله يخليك عزيزي. طبعا هذا موضوع مهم جدا، هو موضوع يتعلق بحياة المواطن العراقي وقوته اليوم. نعم. يعني حقيقة هو السلاح ذو حدين، يعني احنا بنواجه وباء ينتشر بصورة يعني كالنار في الهشيم مثل ما يقولون. نعم. فمعلومات طريقة اكثر وضوح واكثر نضاجة، يعني لانه شوي اعتقد عندكم في المشكلة بالصوت. لا لا صوتك واضح، تفضل اخي علاء. العفو نعم. نعم استاذ، ما كان هناك طريقه اكثر ناضجه اكثر من استخدام طريقه الحظر. نعم. للسيطره على هذا الوباء، لكن في كل دول العالم التي استخدمت هذا الخيار وفرت. نعم. بدائل للمواطن اللي لتوفير احتياجاته الضروريه اليوميه. يعني ما من الممكن ان يحجر بشر مجموعة يعني أحجر شعب كامل نسبة الفقر به تتجاوز 40 إلى 45% من أبنائه. نعم. هاي 40 إلى 45% ما يعادل أكثر من 4 ملايين أو أكثر، ما عندي الإحصائية المضبوطة. نعم. هاي النسبة كلها تعيش بشكل يومي على قوت يومي. فإذا انقطع عن هالقوت اليومي لازم يتوفر لها بديل حتى تستمر بالعيش. احنا بالعراق للأسف الشديد فرضنا الحظر لكن لم نوفر البديل لهؤلاء لهذه الطبقة الفقيرة. فلذلك يعني نتمنى انه بالمستقبل القريب او بالايام القريبة وبشكل عاجل. نعم. تجد الحكومة في الطريقة او بديل مناسب يوفر الحياة الكريمة للمواطن العراقي من اجل الاستمرار في هذه الاجراءات الصحيه او الامنيه، والا في الافضل انه يرفع الحظر ونخلي نمارس سياسه مناعه القطيع كبعض الدول الاوروبيه. اخي علاء كيف هو الوضع الصحي في محافظه النجف؟ حقيقة بالنجف يعني لحد الآن الكوادر الصحية مشكورين مسيطرين تقريبا شبه السيطرة، ما نقول تامة لكن شبه مسيطرين على الوضع. تعرفون يعني محافظة النجف هي محافظة لها خصوصيتها. نعم. كونها يتوسطها مطار مدني. نعم. يستقبل رحلات من دول موبوءة كإيران. نعم. وسوريا وتركيا. فكانت أغلب الإصابات إذا ما راجعنا الإحصائية وزارة الصحة في الفترة الأخيرة كانت نسب الإصابات بشكل يومي قد تكون من نصف النسب اليومية للعراق هي من محافظة النجف. نعم. يعني إحنا المحافظة الوحيدة اللي تجاوز تقريبا بها الأرقام. وهل ما زال المطار يستقبل يعني مسافرين قادمين من إيران؟ للأسف لحد الآن أكو رحلات غير معلنة لكن. نعم. حاليا توقفت قبل فترة قصيرة وتم إيقاف بتدخل من متظاهري النجف طبعا، وهذا الإنجاز يحسب
لأهالي النجف أولا ومتظاهريها من شباب النجف ثاني. أخي على عرضنا على شاشة الرافدين نعم يوم أمس مقطع لمجموعة من الشباب وكان من ضمنهم الناشط أبو زين العابدين وقال وتحدث بأنه تم توزيع ربع مليون سلة غذائية خلال الفترة الماضية على العوائل المتعففة. يعني إذا كانت مجموعة صغيرة تستطيع توفير كل هذه السلات الغذائية، لماذا لا توفر الحكومة برأيك سلات غذائية يومية إلى العوائل المتعففة في العراق؟ عزيزي عن أي حكومة تتحدث؟ الحكومة إحنا في العراق لدينا سلطة وليس لدينا حكومة. نعم. سلطة تمثلها مجموعة من العصابات، كل عصابة تسيطر على جانب معين من موارد البلد، تسرق ما تستطيع سرقته وفي نهاية المدة تسلم ما تبقى إلى عصابة أخرى. هذا أبسط مثال أو أبسط إجراء ممكن أو توضيح ممكن نصف فيه الحكومة الحالية أو مثل ما نقول الإجراءات المتبعة من قبلها. لكن في نفس الوقت إذا أريد نقارن بقية الأمور بس لا أسمح لنا السؤال دقيقة. والله الوقت يعني أوشك على الانتهاء. أنا أشكرك أخي على من محافظة النجف، شكرا جزيلا لك. في الختام نقرأ رسائل واتساب، رسالة يقول فيها ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، والله صار يساومون السجناء مثل ما يساومون على المواشي كما يقول، أين الإنسانية؟ راح يطلعون المجرمين كما يقول ويبقى اللي ما عنده شيء والمظلوم يبقى بالسجن. رسالة يقول أخي عمر ثق واعتقد بالله، قبل قليل دخلت إلى البيت كما يقول بعدما تجولت بالسيارة في قسم كبير من الرصافة وشاهدت خروج الناس غير آبهين بما تقرره سلطة المنطقة الخضراء من حظر التجوال نظرا للحالة المأساوية التي يمر بها المواطن العراقي جراء جلوسهم منذ شهر دون عمل ودون أن تقدم عصابة المنطقة الخضراء كما قال أي منح طوارئ لأي فرد من أفراد الشعب العراقي. يقول أبشركم بأن الشعب بدأ بكسر الحظر الحكومي الجائر بحجة كورونا كما يقول هو في رسالته. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أعزائي المشاهدين من برنامجكم منبر الرافدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.